احنا بدأنا معاكم الأسبوع اللي فات بأم الكل، وقلنا أنه ده هيبقى عنوان لينا في شهر مارس بالكامل. مارس شهر الأم في العالم، ودي حاجة مهمة جدا جدا. الأم، هو في أحسن من كده ولا أكبر من كده ولا أحسن ولا أحلى من كده ولا أقرب من كده؟ أمك ثم أمك ثم أمك، أم الكل، اللقب اللي بتستحقه كل ست جدعة مكافحة شقيانة. لا العمر يفرق ولا الزمن، حياتها ولاد وطن. أحيانا نقول عليها بميت راجل، لكن بيني وبينكو كده أكتر وبكتير. في شهر المرأة، في شهر الأم، نلف وندور كبرنامج اسمه التاسعة عنده الكاميرا بتاعته، هتلاقينا واخدين الكاميرا على كتفنا ونازلين عمالين بنلف حوالين البيوت في الشوارع، أزقة، حارات، كفور، نجوع، قرى، عزب، ندور عن أم الكل، ندور على أم الكل علشان عايزين نحكي قصتها. الجماعة الإغريق بتوع زمان لما كانوا يحبوا يكرموا حد فيرووا قصته، تدون ويأخذها الرواة ويلفوا بيها في الجزر اليونانية، فيقول لك هذا بطل كرموه. كرموه هنا يعني احكوا قصته، احكوا حكايته، كرموا الأمهات. معانا احنا قررنا نكرم الامهات وندور على قصص، وحضراتكم برضو على صفحة التاسعة اذا كنت تعرف هي بقى والدتك، خالتك، عمتك، اختك الكبيرة اللي تعبت وشقيت علشان عايزة تربيك وتكبرك، جارتكو اللي راعتكو او راعت ولادها، حدوتة ام ما حصلتش. الام المصرية برضو مش شوفينية يعني، بس حاجة تانية، أصل المصريين في مجملهم قلبهم حنين طيبين، فتخيل أمهاتهم هيبقوا عاملين إزاي. أم الكل، حدوتة مصرية حتى النخاع، على التاسعة احكولنا الحكايات وإحنا هنجري وهنروح وهنصور. تعالوا بقى نشوف مين أم الكل النهاردة. أم الكل اللي من فرشة شاي تربي الرجالة والبنات، أم الكل اللي الناس كلها في الحتة بتحلف بيها، ست ولا كل الستات، حاجة تانية خالص، حاجة مش مقولكش. ست جدعة، الحاجة فاطمة صالح عبد العزيز، مشهورة باسم أم دينا كده. الحلقة التانية غير أم كوثر. طيب، عندها قهوة صغنططة بتشتغل فيها علشان تصرف على البيت. عملت ايه ام دينا؟ فاصل ونكمل تقرير. فاصل ايه يا عم يوسف؟ التقرير وبعدين فاصل وبعدين نكمل الكلام. مساء الخير يا صبري. شاي ولا قهوه؟ الحاجة فاطمة دي طبعا دي أم المناصرة أولا وأم الشباب كلها. الناس هنا بتحبها على إيه؟ إن هي إيدها سخية مع كل فرد، مش مستنية أي حاجة أو أي فضل من أي حد، هي مستنية فضل من الله عز وجل. تعتبر والدة الشارع كله، هي اللي مربية الناس هنا، وست محترمة وبتعمل مشروع كويس ومربيانا، بتنصحنا كتير، بتقف مع الناس في الشارع هنا. أم دينا طبعا بنيجي الصبح من بيتنا، هي إحنا ما بنشربش شاي في بيتنا، إحنا بنشرب شاي من إيد أم دينا. هو أم دينا يعتبر مربيانا، ست كويس، ست طول عمرها عايشة باحترام، يعني عمرها ما غلطت في حد ولا حد غلط فيها، هي مربيانا أساسا يعني. حد عايش شاي تاني قبل ما أزود؟ في اتنين يا ست الكل والله العظيم. أنا مدام فاطمة صالح عبد العزيز، أنا هنا ساكنة في المنطقة بقالي أكتر من 50 سنة، مولودة هنا أباً عن جداً. القهوة دي كانت بتاع جدي، ورثها عنه والدي صالح عبد العزيز الحاج صالح، وبعدين أنا كانت ليا أختي كانت بتقف فيها، والدتي كانت بتقف فيها، والدتي توفت وأختي توفت، فأنا مسكت مكانهم يعني.
فعادي يعني زي اي واحده بتنزل الصبح تشوف اكل عشاء، تنزل الصبح بفتح واصبح على جيراني وحبايبي واهلي حتتي كذا ونبدا نشتغل، وبعد ما بنشتغل بنقعد نفطر مع بعض بناكل مع بعض. المنطقه هنا بتاعتنا هنا لازم يستبحوا من عند الصبح، يشربوا شاي، يشربوا قهوه، شاي بحليب، يمسون على نعناع، كل اللي هم عايزينه يعني، واحنا حسب طلبهم يعني. هنا كلهم زي ولادي يعني، دول ولاد حتتي انا بحبهم عشان كده هم بيحبوني، وما باخرش عليهم حاجه. انا اي حد يطلب اي حاجه بديها له، عندك ليمونه عينيا، عندك سكينه عينيا، عندك طبق عينيا، عايز مش عارفه ايه عينيا، ما بحبش اكسر بخاطر حد يعني. طب هاخد واحده حاجه ساعه وكمان شويه حاسبه اقول له عينيا برده عادي. مفيش مشاكل برده، دول ولادنا برده مهما كان، ولاد حتتنا برده. قاعده هنا طول النهار يعني، بطلع بالليل، ان انا ساكنه هنا في المنطقه يعني مش ساكنه بعيد. معايا دبلوم تجاره بس ما اشتغلتش بيه، ان ما كنتش هجري ورا اكل عيش. مين اللي مؤاخذه يعني، مين هيديك او هتقولي مين يديني؟ ما فيش فرق بين راجل وست النهارده، الست هي ست والراجل هو راجل، بس في الشغل يبقى كله زي بعض، واخد بالك؟ اهم شيء انك تشتغل شغلانه كويسه. شقيته زي ما انت شايف كده، وادينا اهو ربنا طول ما يديني الصحه هفضل كده في الشقه طول عمري. في الدين بيقولوا امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الأم أهم شيء، هي الأم دي بتتعوض. يا سلام عليك يا حاجة فاطمة، بلك انت في شوية قهوة في كوباية من ايدين الحاجة فاطمة حاجة تانية، تعدل النفوخ وتظبط الدماغ، تفضل تشتغل لحد ما تقول يا كفا. الحاجة فاطمة من المناصرة لو خدتوا بالكم يعني، ارض الموبيلياجية. احنا عندنا في القاهرة حتتين مهمين جدا عشان الموبيليا، ارض شريف ودي اللي كان فيها المعارض بتاعت زمان بقى، اللي هي اللي كنت تسمع عنها وتشوف مكتوبة كده في تترات أفلام الأبيض وأسود، ما أقدرش أقول لكم على اسم المعارض، وإن كان في واحد من أشهر المعارض وأقدمها كان حفيدهم صديق عزيز وشقيق عمر زي ما بتقال، خالد، مش هقدر أقول عشان اللقب لوحده حدوتة يعني. خلوه ده بقى هو لو بيتفرج دلوقتي هيعرف معايا في المدرسة وفي الفصل وفي الشغل لفترة طويلة حبيبي يا خلود. فدي أرض شريف. طيب